التلاجة نو فروست ما بتبردش كويس، او بتعمل تلج، بتعمل طبقة تلج. طبعا احنا اتكلمنا على شرح في دايرة النيو فروست، دايرة النيو فروست اللي هو دايرة إذابة التلج. التلاجة كل فترة بيكون فيها سخان، التلج زيادة التلاجة بتفصل والسخان بيشتغل بيذوب التلج دوت. لكن لما تعمل تلج معانا ومفيش أعطال، ده بيكون بسبب إن الباب ما بيقفلش كويس أو حطينا حاجات سخنة. طبعا زي ما احنا شايفين الباب الفريزر أو التلاجة، نيجي نقفله ممكن ننساه مش قافل كويس، أو وكده مش قافل كويس، لازم تضغط كده وتتاكد ان هو كويس، او في حاجه خارجه من الفريزر نفسه فمنعاه، او في حاجه خارجه من الفريزر واصله لهنا المفرز زي دوت، نيجي نفصل نقفله طبعا هيقفل عليه، فمش مش هيكون قافل باحكام. دي حاجه مهمه نخلي بالنا منها، دي بتسبب مشاكل في الثلاجه. من المشاكل بتاعتها ان الباب مش مقفول كويس وبتاع، ان هو ممكن يكون تلج، لان الهواء السخن بيجي مع البخار فبيكون طبقة تلج، وكمان التبريد ما بيكونش كويس، لان طبعا الباب مش مقفول كويس فالتبريد بيخرج بره والهواء السخن بيدخل جوه، وكمان ما بتفصلش لان التبريد ما بيوصلش للدرجة المطلوبة فما بتفصلش معانا. فأهم حاجة نتأكد منها ان الباب، ازاي نعمل الباب؟ لو في مفرز زي ده نخرجه بره. كمان ما نخليش اي حاجه، نخليه الباب كويس، ونعمل الباب ننظفه كويس بميه وخل وميه سخنه وخل، ونخليه طري معانا ويقفل باحكام. طبعا لو المفصله هي اللي فيها المشكله، احنا عملنا المفصله لازم يقفل كويس، وده هيحافظ عليها وهيوفر في الكهرباء كمان، لان هيفصل وهيوفر في طاقه او يوفر في الكهرباء. فكل ده مهم جدا ان الباب يتقفل كويس وما يبقاش فيه مشكله، علشان ما يبقاش الثلاجه بتعمل تلج، الثلاجه ما بتفصلش، الثلاجه التبريد بتاعها ضعيف، وانت مش واخد بالك ان الباب مش قافل كويس.